بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي يسعدني جدا ان ارحب بكم في هذا اللقاء، كما يسرني أن أسجل لكم جميعا جزيل الشكر والتقدير للجهود التي بذلتموها في تنظيم وإعداد المهرجانات والاحتفالات بعيدنا الوطني 25. هذا العيد الذي أتى ليذكرنا جميعا بكفاح ونظام الآباء والأجداد، ويذكرنا أيضا بابتسامة المهام والمسؤوليات التي يحملها هذا الجيل. خلال تواجدي خارج الكويت للعلاج
كنت أتابع نشاط الأخوة والأخوات في اللجنة الرئيسية أو في اللجان الفرعية التي تولت اتخاذ القرارات والتوصيات ورفعها إلى اللجنة الأصلية لتبدأ بتنفيذ هذه الاقتراحات وهذه الأفكار وهذه التوصيات. ولقد سمعت الكثير والكثير عن نشاط هذه اللجان من الأخوة المسؤولين في الكويت، وكان بودي أن أكون معكم وبينكم أساهم ولو في قسط من جهودكم لحتى يبقى هذا الجهد مشاركة مني، ولكن كما يقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فبناء على نصيحة الأطباء لم أتمكن من قطع العلاج والحضور إلى الكويت، ولكن كما قلت أكثر مرة كنت أتابع أفراح الجميع، كنت أستمع إلى كلمات والأناشيد التي قيلت ورددت في تلك المناسبات الوطنية. ستبقى هذه الفكرة راسخة في أذهان الجميع، وعندما نتحدث عن الحاضر نتطلع إلى مستقبل مشرق وضاح، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين أبناء الكويت، وإلى مزيد من الإخلاص والتضحيات في العمل. كنا نعرف ونسمع أن تمر على الكثير من الدول الكثير من المشاكل والكثير من الأزمات والكثير من المصاعب، ولكن هذه الدول وهذه الشعوب استطاعت الوقوف واستطاعت الصمود واستطاعت التغلب على هذه المشاكل بتضافر الجهود أولا وبالنوايا الحسنة وبتكاتف الجميع. ونحن هذه الأيام وكما تسمعون وكما تقرؤون الأخبار التي تذاع من وسائل الإعلام، هذه الأخبار التي تتناقلها الكثير من وكالة الأنباء عن التهديدات
الموجهة لدول هذه المنطقة بصفة عامة، والكويت بصفة خاصة، ولكنني من مركز المسؤولية أقول لكم أيها الأخوة والأخوات أن هذه التهديدات المباشرة أو غير مباشرة مهما استمرت ومهما تصاعدت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تثني هذا الشعب من أن يستمر السيرة في الطريق الذي يراه يوفر لهذا الجيل في الحاضر والمستقبل الكثير من الخير. وثقتي كبيرة بتعاون المواطنين أولا، وثانيا الشعور بالمسؤولية التي يحملها كل واحد منهم في ميدان عمله.